أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ليلة العاشر من المحرم، فمنهم من يأتي بقضية الأنصار وما يتعلق بالأنصار وتجمع الأنصار عند الحسين واندفاع الأنصار، ومنهم من يأتي برواية هذه الليلة أنهم باتوا ولهم دوي كدوي النحل لعظم هذه المصيبة على أنصار الحسين، إذ أنهم يريدون لقاء الله بإذن وليهم الحسين عليه السلام. ومنهم من يقرأ مقتل الحسين في ليلة العاشر من المحرم وينتهي إلى نهاية المطاف إلى آخر المقتل، فتضج الناس بالعويل وبالبكاء في هذه الليلة العظيمة.